بنتي عادي مكانك. لازم روح. اسمعوا، مو الأحسن إنه ما نقرب كتير من عزام؟ بابا أنا ماني معك بهاي النقطة. إذا كنا قريبين منه منعرف شو بده يساوي. مع هيك ديري بالك طيفور حاج توتر الأولاد وتخوفهم وانت ارتاح. ها بتساومي على السعر. بابا في معنى كتير مصاري، ليش حتى تساومه؟ كل الناس بيساوموا إذا بدهم يشتروا شي بلا ما حدا يجي بعدين ويسألنا من وين هالمصاري. أنا رايحة صحتين عقلوبكم، شوفكم بعدين. مع السلامة. شوفك. مرحبا. خير إن شاء الله. مبارح لما دقيتوا على باب بيتنا ما قلنا لكم خير إن شاء الله. وقتها كنا عم ندور على عزام. ها وأنا كمان عم دور عليه. ممكن تنادي لي عزام؟ في شي مشكلة؟ اسمك مليكة ما هيك؟ أنتي أكبر من عزام ولا أصغر منه؟ ما فهمت. كيف ما فهمتي؟ أنتي ولدتي قبل عزام ولا بعده؟ بما أنه أنتوا أخوة. لا نحن ما لنا أخوة وعزام ما نو أخي. كيف يعني يا شريفة خانو منادتك بنتي؟ مزبوط مثل بنتا بس ماني بنتا. أنتي مثل بنتا بس مانك بنتا. معناتها أنتي إجيتي لعندهم زيارة. لا والله من زمان نحن عايشين سوا. انتو عايشين سوا. كتير غريب. ما فهمت شو الغريب بالموضوع. ولا شي. ممكن تنادي العزام؟ ليلى؟ عزام؟ انا كنت عم أخذ إذن من مليكة خانم لشوفك. ما فهمت كيف يعني؟ لا مو هيك، بس لما هي سألت عنك من الصبح بكير أكلتها. خير ليش أجيتي؟ تعرف السيد أوستون، نحنا قررنا نستأجر الكافيه تبعه. أنا وعيلتي شاطرين بهالأمور، كان عنا كافيه من قبل. محله حلو وشغال منيح. وأنا هيك رأيي كمان، بس نحن في عنا مشكلة صغيرة بالحقيقة. ما بعرف حدا غيرك بهالحارة، تقدر تساعدنا بهذا الموضوع؟ وين فيني لاقي السيد أوستون؟ طبعا إذا ما بأخرك على شغلك. على شغلي؟ المخفر. المخفر أنا إجازة اليوم. منيح، معناتها فيك تساعدني بهالموضوع. ساعدك؟ إذا ما بدك بسيطة، أنا فيني حلها لحالي. أنتي ما فيك تحليها لحالك لأنه بصراحة مو بهالسهولة. كيف يعني؟ لأنه أوستون رجال صعب وما رح تلاقي. أنا بسأله بلاقي. ما رح تقدري تلاقي، بس أنا بلاقي رح ساعدك. وأنا كنت حاب نشوفك عزام بس ماشي. أنا بدي أروح على محل ميلي. تمام أخي أوستون اسمعني. إيه بصراحة الموضوع كتير مهم. طيب شو رأيك نلتقي بالكافيه بعد شوي؟ كتير منيح. عن جد من كتر ما صار يحكي على الموبايل فكرت إنه ما رح يجي. شو بيعرفني؟ شو صار لك؟ أنت منيحة؟ بس التويت رجلي. كيف التويت فجأة؟ ما بعرف. عزام؟ مرحبا عزام، كيفك؟ أنا منيح وأنتي؟ منيحة. مين هالصبية الحلوة؟ صحيح سمعت في جيران جداد انتقلوا على الحارة، معناتها هذا هو السبب. شو هو السبب؟ على فكرة طالعين كتير حلوين سوا، مبين كأنه انتي ماسكتي لعزام من ايده مشان ما يهرب منك. شبك شو صار؟ لا ما في هيك شي. الظاهر انتو لسه ما اعلنتوا هالشي وبدكن تخبوه شوية وقت، بس لا تاكلوهم. أنا معروفة بهالحارة، ما بتطلع مني ولا كلمة، يعني سركم بيبير. ميليسا، ليلى قالت لك إنه ما في هيك شي. اسمك ليلى؟ حياتي، تشرفت بمعرفتك. وأنا تشرفت بمعرفتك.
انتو عن جد طالعين ثنائي كتير حلو، بس اذا ما عزمتوني على الخطبة بزعل. ميليس خانم، مبين انك فهمتي الموضوع غلط، ليش هيك عم تساوي؟ ها؟ بالله بالله، تمام، انا ما سمعت اي شيء ولا شفت. خلص يا جماعة لا تلهوني، انا عندي كتير شغل، يلا بشوفكم. بشوفك بشوفك. بصراحة ميليس دائما بتقول كلام فاضي، لا تهتمي بكلامها. ايه كلامها سخيف طبعا، انت بتستحق الافضل، مثلا مثل قرايبتك اللي عايشة معك ببيتك. كيف؟ ما فهمت. ما عم قول شيء، يلا خلينا نروح ونحل موضوع الكافيه. يا ترى بتحبي اني ساعدك؟ ما في داعي. طيب ماشي.